وهذا سائل يقول: يا شيخ، لقد قلتم أنه لا يجوز أن تجعل واسطة بينك وبين الله في الدعاء، ولكن قد يحتج إنسان بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستقيك بنبيك والآن نستسقيك بالعباس، فما هو تعليقكم؟ هذا يا أخي واضح ما هو توجه بالعباس، وإنما هو طلب دعاء العباس، طلب من العباس أن يدعو لهم. ويجوز لك أنك تطلب من الرجل الصالح أنه يدعو لك أو يدعو للمسلمين، أما أنك تقول بجاه الرجل الصالح أو بجاه العباس أو بجاه الرسول، هذا لا يجوز، لأن هذا شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فالذي طلبه عمر من العباس هو الدعاء، أنه يدعو للمسلمين بالغيث ونزول المطر. نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا يوم كان حي، يطلبون من الرسول، يقولون قحطت الأمطار وأجدبت الأرض، يا رسول الله استسقي لنا، فيرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام وهم يؤمنون. هذا معنى نستسقي بنبينا، يعني بدعائه، طلب الدعاء منه يوم كان حي، لما توفي طلبوا من عمه العباس أنه يدعو للمسلمين. نعم.